هي دي عملية؟ بص احنا عندنا في الاسنان بنقول عملية، انما احنا ما عندناش عمليات اصلا خالص، يعني طب الاسنان اساسا ولا زراعة الاسنان تعتبر عملية؟ ولا تعتبر يعني أوه. لما نقول زراعة الاسنان، على فكرة الليزر احنا بنستعمله في زراعة الاسنان لما تفتح بيه، لما تفتح بيه انت اوريدي برضو عقمت المكان اللي انت فتحت بيه. تاني حاجة ساعدت ان يحصل هيلينج بسرعة، لان زي ما قلنا ان الليزر بيعمل ستيميوليشن للخلايا اللي بتعمل ريبير او اللي بتبني. احيانا بنستخدمه في الزراعه برضو لما بنيجي نتعامل مع البون، مع العظم، في فتح العظم نفسه برضو بيبقى ما فيش الم. تاني حاجه برضو بيعمل لي ستيميوليشن لان يحصل ريبير بسرعه وان العظم يمسك اسرع في الزرعات. ده من ضمن استخدامات الليزر. طيب انا عايز اروح لحته مهمه قوي، حته العصب. انا اصلا انا ليا تاريخ طويل مع العصب، فهل الليزر دخل في مجال العصب؟ طبعا طبعا. انا قلت لك من ضمن الحاجات المهمه قوي في الليزر ايه واحنا بنتكلم؟ انه بيعمل ستيريلايزيشن. تمام. لازم هنا نتكلم نعرف الناس فكره علاج العصب ايه. فكره علاج العصب، انا عندي لا اما حصل لي كافيتي او حفره في الاسنان، الحفره دي فيها بكتيريا وصلت، لا اما كشفت العصب والعصب كان حي فبالتالي في التهاب، فانا محتاج اعمل علاج عصب، يعني اشيل العصب الملتهب ده واقفل مكان. او ان المرحله تطورت عن كده، ان الكيس يعني استحمل شويه واستنى لغايه ما العصب مات، وبعد ما العصب مات بدا يحصل انفكشن، بدات البكتيريا دي تخش جوه العصب نفسه وبدات تعمل لي خراج. تمام. الخراج ده من اكتر الحاجات اللي فيها ريزيستنس، بتقاوم، اللي بتقاوم العلاج لانها جوه نسيج تحت في العظم، فحتى المضاد الحيوي لما بنديه بياخد وقت على ما بيأثر عليه. عظيم. تمام. علاج العصب نفسه مبني على حاجتين مهمين جدا. رقم واحد هو الديس انفكشن، هو ان انا اسيطر تماما على البكتيريا اللي في مكان القنوات والجدور للعصب. تمام. تاني حاجة السيل، ان انا بعمل حاجة اسمها سيلينج او بقفل المكان ده بحيث ان ما تخشش فيه بكتيريا تاني خالص. تمام. يبقى انا بشتغل على حاجتين. ده علاج العصب. علاج العصب لو ما عملتش الاتنين دول احصلك فيلير. نبقى متفقين على كده. اول حاجه سيطر على البكتيريا، رقم واحد انفكشن، ان ديس انفكشن يعني اقضي تماما على البكتيريا. تمام. تمام. احنا كنا بنعمل قبل كده بنقضي على البكتيريا بايه؟ بنقضي بالريجيشن. الريجيشن هيدروجين بيروكسيد نشط او صوديوم هايبوكلورايد. يعني الريجيشن ده معناه يا جماعه، هي كلمه ترجمه الحرفيه بتاعتها الري. هنا بنسميه غسيل. غسيل. غسيل هو زي ما تغسل انت حوض، زي ما تغسل حاجه بالظبط، بتدخل كميه هواء، ميه فيها مواد، فيها مواد قاتله، ضغط عالي، فيها مواد قاتله للبكتيريا. تمام. دلوقتي انا قلت لك ان الليزر بيعمل ايه؟ بيعمل ستيريلايزيشن، يعني بيعمل تعقيم. انا دلوقتي لما يبقى عندي خراج او نسيج تحت السنه في انفكشن، اقدر اجيب الليزر بيم ده وادخله واوصل بيه بتبات خاصه، يعني بانسترومنت خاصه، اوصل بيه للجزء اللي فيه الانفكشن. وفي الحاله دي لما انا انضف الجزء ده واكويب الليزر، ابقى انا عملت ايه؟ انت عملت ديس انفكشن. عملت ديس انفكشن وستيريلايزيشن. قتلت الميكروبات 100%. ديس انفكشن يعني سيطرت تماما على النسيج اللي فيه انفكشن على الخراج. وفي الحاله دي انا عملت الديس انفكشن، اقوم عامل السيلينج بتاعي، يبقى انا كده عملت 100% ستيريلايزيشن وسيلينج للروت كانال. يبقى انا باذن الله عندي نسبه نجاح 100% في الروت كانال. انت اول مره، يبقى انا عملت اول مره تجيب لنا الفيديوهات دي كلها. كلها فروم ستارت. يعني لا دي حاجه جديده، يعني اول مره نشوف علاج عصب بالقرب ده. انا عايز اقول لك ان الليزر بقى في كل مجالات طب الاسنان، فاحنا بقينا نصور كل الحاجات اللي بتتعمل دي، لان الناس مش متخيله ان انا اقدر بالليزر اعمل كل حاجه تقريبا في طب الاسنان. بس هنا في حاجه ايه يعني انا لاحظتها في احنا عملنا الحمد لله حلقات كتير جدا مع بعض. بتيجي كيسز تقول لي يا دكتور اعمل لي كذا بكذا. دايما انا بقول للناس حاجتين على بعض. لا، الدكتور هو اللي يقول اعمل ايه بايه. احنا في ناس متخيله ان احنا عندنا متحف اجهزه، قبل ما باجي اعمل اي حاجه الدكتور، خاصه الناس اللي بتيجي من بره مصر، دكتور عايز اتفرج على الاجهزه اللي عندك. يعني انا الاجهزه اللي عندي هستخدمها لك اما اكون هشتغل لك بيها. يعني هتعمل
هتعمل مثلا تركيبات فوريه بجهاز السرك، هتقعد هيتعمل لك التركيبات وانت قاعد، تمام؟ يبقى هجيب لك جهاز السرك اشتغل لك بيه، بس انا هعمل لك دلوقتي علاج عصب، عايز تتفرج على السرك ليه؟ مثلا هعمل لك مثلا علاج، هعمل لك مثلا جنجيفكتومي بالليزر، محتاج الجهاز اللي بنشوف بيه الشيب جايد عشان اشوف لون سنانك اللي هو بالكمبيوتر ليه؟ آه. انت كل جهاز هستخدمه لك، احنا مش عاملين متحف، قصدي يعني مش متحف اجهزه، انت هتعدي يعني المريض مش المفروض ان هو مش يعني هتعدي تبص على يخرج عن 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 كونه مريض، اصل دي احنا بنعاني منها كلنا. ده وريني الاجهزه اللي عندك بقى كل حاجه. لا في التخسيس احنا عندنا نفس الكلام ده واكتر. انت يعني هتستخدم الجهاز الفلاني.